أيها جميعا، مرحبا بكم إلى لقاء جديد مع برنامجكم صور من بلادي. تفضلوا معنا لمشاهدة ما صورناه في منطقة الحدا. نحن الآن ندخل إلى قصة المثال من مناطق الحدا، والتي كانت تسمى في ماضينا الحضاري بالحدائق لكثرة ما كان فيها من الحدائق الغنة والوديان الزراعية الوسيعة والقصبة والمنتجة لأجود المحاصيل الغذائية، الحبوب بمختلف أنواعها والأعناب بمختلف ألوانها وبقية الفواكه والخضروات، والتي كانت ترتوي من أقوى السدود التي شهدها الأجداد العظام في مصبات السيول، ومدوا منها أطول القنوات إلى حدائق الغنة المحيطة بقصور الحضارة التي كانت تنظح السحابة في القمم العالية في بينون وبني الحديجة والنخلة الحمراء وبقية القمم في منطقة الحدائق الغنية والغالية والآهلة بالكثافة السكانية وبأشجع وأكرم الرجال الذين بنوا بصواعدهم القوية أرقى حضارة وحفروا في صخور الجبال في مخلاف عبيدة وفي بينون أوسع الأنفاق، والتي تمر داخلها قوافلهم البرية وتجري داخلها المياه العذبة إلى حدائق بينون المحيطة بالقصور الراقية التي ما زالت آثارها باقية. أما منطقة المثال والتي نلتقط منها هذه الصور فهي واحدة من مناطق مخلاف عبيدة في مديرية الحدا، أو بالأصح مديرية الحدائق، التي ما زالت بقايا هذه الحدائق تحيط بالرقام التاريخي والذي تربط تحته آثار أقدم مدينة للحضارة، والتي خرج منها في ماضي الإمامة أول من هاجروا إلى خارج بلادي ورؤوسهم مرفوعة، وكانوا سفراء شرفاء لبلادهم المعروفة في كل قارة بالبلاد السعيدة، ومثلوا بلادهم أشرف تمثيل في القارة الإفريقية وفي مناطق القرن الإفريقي المجاورة لليمن السعيدة، وبجهودهم وصواعدهم وذكائهم ونشاطهم وخبرتهم ومؤهلاتهم الحضارية المغروسة في أعماقهم كسبوا الأموال الطائلة بالطرق المشروعة وأصبحوا من كبار رجال الأعمال في القارة الإفريقية، وتعلموا من تجارب الشعوب وعلموا أولادهم في أرقى الجامعات، وعادوا إلى وطنهم الغالي بالعلم والمعرفة والمال والرجال الأكفى الذين شاركوا في بناء دولة الحضارة بعد انتصار الثورة وقيام الجمهورية اليمنية الفتية، وساهموا بالمال الحلال الذي كسبوه من عرقهم الطاهر، وكانوا أول من رفع مشاعر النور في ظلام ليل الإمامة، وأناروا الطريق لمن كانوا يتخططون في ظلام ليل الإمامة، وبنوا وعمروا في منطقة الميثال ما خربه الطغيان الإمامي، ورفعوا على العمارات في الميثال والتي لا زالت باقية إلى اليوم تحتفظ بروعة وجمال الفن المعماري اليماني. لقد شارك أبناء الميثال قبل الثورة إخوانهم الأحرار في كل مهجر في احتضان أبو الأحرار، ودعموا حركة الأحرار بما عندهم من مال، وشارك أبناء الميثال بعد انفجار الثورة إخوانهم الأبرار الذين هبوا من كل مناطق الحدا للدفاع عن الثورة والوحدة وتثبيت دعائم الجمهورية اليمنية، وقدموا قوافل الشهداء في مواقع الشرف والبطولة وفي 40 جبهة.